فصل الخريف قرب، 22 حقيقي. سبتمبر ان شاء الله هتبقى بدايه شهر الخريف رسميا وفلكيا. الناس بتبقى مبسوطه قوي لما تلاقي الله الصيف خلص، درجات الحراره بتنخفض، في نسمه هواء كده بارده منعشه بنحس بيها كده مع دخله بس الخريف. احنا بنوصل للشغل والدنيا ضلمه، فانا بحس ده او ده بعرف ده على طول ان دي اجواء خريفيه رهيبه، يعني اول ما بوصل للدنيا لسه ببقى نازله كده اللي هو لا طيب. ما هو غالبا ما حدش بيصحى الساعه 4 ونص غيرنا يعني، فده موضوع اوكي شخصي طيب جانبي اخر تمام يعني. تمام لكن اغلب الناس اللي بتحب الشتاء بتتبسط انه خلاص الصيف خلص وداخلين في الخريف اللي هو فتره انتقاليه عشان نبدا الشتاء. عظيم. لكن في ناس تانية بقى بيحصل لها اضطراب العاطفه الموسمي، او اللي احنا بنسميه باللغه الدارجه بتاعتنا كده اكتئاب تغيير الفصول. انت وقت الخريف ده بيجي لك اكتئاب، بيحصل لك تغير في المزاج، بيحصل لك وهن كده، او بتحس انت ما عندكش طاقه تعمل حاجه ومش عارف السبب، انت مش عارف ايه اللي مخلي مزاجك وحش او ايه السبب في تقلب المزاج. وده بيحصل عند الناس دي كل سنه في نفس الميعاد، بيبتدي مع بدايه الخريف وبيخلص مع نهايه الخريف. خلونا نعرف التفاصيل اكتر مع ضيفي على التليفون دكتور جميل صبحي استشاري الطب النفسي. اهلا بيك يا دكتور، صباح الفل. اهلا وسهلا بيك، اهلا صباح بحضرتك. الخير. ايه هو اكتئاب الخريف؟ ايه هو الاضطراب العاطفه الموسمي اللي بيحصل عند نفس الناس كل سنه في نفس التوقيت؟ هو في ناس فعلا درجه من الاكتئاب بتنتابهم في هذه الفترات. احنا طبعا اسباب الاكتئاب ان الخلايا في المخ ما بتفرزش مضاد الاكتئاب بالنسبه المطلوبه، فعشان كده الاكتئاب انواع، يعني في اكتئاب رد فعل للظروف، في اكتئاب دوري بيجي في اوقات ويروح في اوقات عند بعض الناس مالوش علاقه بالفصول. لكن في ناس فعلا مرتبط بالفصول وبنلاقيه اكتر في فصل الخريف. ايه اعراضه؟ بنعرفه ازاي انه ده اكتئاب بالخريف؟ يعني زي ما حضرتك قلتي كده، فعلا بيبقى فيه وهن، كسل، مش قادر يعمل حاجه، دي الدرجة البسيطة منه. في درجات أعلى يحس إنه مخنوق، متضايق، زهقان، مش عارف هو ماله، في مود وحش ويخليه دايما مثلا عصبي، بيتنرفز بسرعة، مش قادر يستحمل حد. ممكن بقى يجي أزيد من كده، بس ده ما بيبقاش الموسمي. يعني الموسمي ما بيوصلش للدرجات الشديدة إن الواحد يحس إنه خلاص هيتخنق وهيموت وعمال يعيط والدنيا ملهاش معنى وتراوضوا افكار مش كويسه. ده مش الموسمي. ده مش الموسمي. لكن الموسمي بقى اذا كان شخص اصلا مريض اكتئاب، يعني هو عنده اصلا اكتئاب وبس الاكتئاب عنده درجته نقول متوسطه او بسيطه، واضافه له جاله الاكتئاب الموسمي، بتبقى الاعراض زياده شويه. احيانا ناس كتير يا دكتور اللي متعوده ان كل سنه مع بدايه دخلت الخريف كده تلاقي الاعراض دي بتاعت اصل مزاجي متقلب، مودي وحش من غير سبب، حاسس بكسل، ما عنديش طاقه اعمل حاجه، خلاص اتعودت وبقت بتتعايش مع الموضوع وتقول لك دي فتره وهتعدي. هل بالضبط. المفروض ان احنا فعلا نتعايش معاها ولا نلجا لعلاج؟ لا، هي حسب درجه الاكتئاب، الدرجات البسيطه دي ممكن الواحد يتعايش معاها، يغير جو، يروح مكان مختلف، يتعامل مع ناس، يعني بحيث ان هو يخرج من المود ده طالما الدرجه بسيطه. لكن لو الدرجه بقى متوسطه او شديده يفضل ان هو ياخد علاج في الفتره دي. بيبقى علاج نوعه نفسي ولا دوائي؟ لا، دوائي، لان دي الخلايا اللي بتفرز مضاد الاكتئاب بيجي لها اوقات معينه تخمر، ما بتفرزش مضادات الاكتئاب. فهنا احنا بننشطها باي دواء مضاد اكتئاب طبعا يخليه احسن في هذه الفتره. لو كان متوسط او شديد ليه يسيب نفسه وهو تعبان ومتضايق زياده، وممكن من نشاطه في الشغل يبقى قليل، تركيزه يبقى قليل، فهنا يفضل ان هو ياخد علاج. طب ايه النصايح اللي بتقدموها لمرضى الاكتئاب الموسمي اللي درجه الاكتئاب الموسمي عندهم بسيطه؟ يعني مثلا التمشيه بتساعد، مثلا انك تخرج في مواعيد معينه او تنام وتصحى في مواعيد معينه، ايه النصايح الدارجه اللي دايما بتقولوها للمرضى من النوع البسيط؟ انا بس عايز اقول لك حاجه اتفضل، يعني لطيفه شويه اتفضل، لان انا لاحظتها اتفضل، انه بيجي غالبا في وقت الخريف. ليه؟ لأن المدارس بتبتدي في وقت الخريف، فمعظم الأطفال
يبقى المدارس جايه فبيبقوا مش مبسوطين، داخلين على دراسه بعد اجازه وكده. لا واهاليهم كمان يا دكتور بقى، يعني واهاليهم في مصاريف مدارس وحاجات مدارس، فطبعا اكتئاب موسمي. فده بالظبط، يعني هي مرتبطه شويه بالخيط، يعني في اسره كمان من الطفوله. يعني الطفل، يعني الواحد هو طفل لو بيجي يكتئب وقت دخول المدارس وكده، اتحرك صحيح وبيشتغل، لكن كأن الاكتئاب بيروده برضه، تفضل مرتبطه عنده بذكرى المدرسه، مرتبط عنده فكره المدرسه، مرتبط، وهو مش مدرك، يعني هو مش مدرك ليه بيجيله في التوقيتات دي. أيوة. انها مرتبطه عنده بالدراسه، او فساعات بنقول له يعني انت كبرت خلاص بقى، بقيت بتشتغل، انت اتخرجت عندك، كنا بنصحى للمدرسه 7 وبنصحى دلوقتي 4 الصبح. يقول لي طب ما انا هصحى بدري، اقول له مراتك اللي هتصحى مش انت. سيب لها الاكتئاب. ايوه. احنا دايما علشان نخرج من الاكتئاب، كل واحد مختلف عن التاني في الحاجات اللي بتبسطه، في الحاجات اللي بتسعده، فاحنا بنحب نشوف الانسان يعمل الحاجه اللي بتبسطه، لكن ايه، ما افرضش عليه حاجات هو اصلا ما بيحبهاش. لكن مثلا لو بيحب السباحه، طب روح بسين وانزل السباحه، لو بيحب ان هو يسافر او طب الفتره دي سافر، يعني هو يشوف ايه الحاجه اللي بتفرق معاه وبتخلي مزاجه احسن بشكل عام، لانه بيحبها، ونقول له اعملها. ايوه، عشان كده ما بنقولش ان في تعليمات محدده، يعني ما بنقولش حاجه، لكن النصيحه ما ننامش كتير. يعني النوم الكتير بيزود الاكتئاب، لان طبعا في الاكتئاب الناس مياله انها تنام وتهرب بالنوم، فالنوم الحقيقه بيزوده، كان مضادات الاكتئاب ما بتفرز والواحد نايم. كمان احنا دايما النصيحه العامه ان الواحد يصحى بدري الصبح. ايوه، الناس اللي بتتاخر في الصحيان مضادات الاكتئاب بتفرز الصبح، من الساعه مثلا نقول 6 لغايه 10 او كده. أيوة. لما الواحد يكون صاحي من 6 ل 10، من 6 صباحا لغايه ايه مثلا 9 10، يعني ما بتفرضش 4، ما احنا بنصحى 4 ليه يا اسماء؟ يعني نلحق. شكرا ليك. اول جزء شكرا ليك دكتور جميل صبحي، استشاري الطب النفسي، على كل هذه التفاصيل. ربنا ما يجيب لكم اكتئاب ابدا، ويسعد ايامكم يا رب، وتفضل ايامكم دايما جميله يا رب. احنا لسه